طرح جديد عن طريق إنشاء سيرفرات اوبن في بي ان بتطبيق هذا في بي ان او بتطبيق اوبن في بي ان. طبعا سيرفرات خاصة راح تكون وراح تكون سهلة جدا. وللي طالبني انه طريقة انشاء السيرفرات اليوم راح تكون طريقة سهلة كثير، يعني اللي بحب يساوي سيرفر خاص فيه. طبعا انا حطيت على البرنامج سيرفرات اتصال سريع وسيرفرات اثنين اشتراك، بس في ناس عبتلي انه في ضغط على البرنامج حابين يساوي سيرفرات خاصة. اليوم راح اشرح لكم التطبيق او عن طريق انشاء السيرفرات الخاصة. طبعا الرابط الشرح كل شيء بالشرح، يعني كان البرنامج اللي عم بشتغل فيه او كان الموقع او كان الهوست والبروكسيات والكودات هذول كلها راح تكون اسفل الفيديو ان شاء الله. طبعا راح نفوت على الموقع، راح تلاقوا الموقع مثل ما انا اسفل الفيديو. لا تنسوا تحطوا اشتراك وتشتركوا بقناتنا على التليجرام وتحطوا لنا متابعة على الفيسبوك. طبعا نفوت على الموقع، الموقع كتير سهل، هي واجهة الموقع. هون عندنا آسيا وأوروبا وأمريكا. نحن بفضل طبعا أوروبا، سيرفرات أقوى شيء. بتحبوا تجربوا الباقيين مو مشكلة، طبعا نفوت على أوروبا. بعد ما فتح الموقع مثل ما قلنا نحط هون على أوروبا، نضغط عليها. مثل ما شايفين فتح معنا البلدان بأوروبا. في عنا مثلا هون عنا بريطانيا، عنا هولندا، ألمانيا، فرنسا، روسيا وإلى آخره. طبعا أنا بفضل أكثر شيء هولندا وفرنسا، بيكون سيرفراتهم على طول الإنترنت فيهم أقوى شيء. فراح نساوي اليوم راح نساوي طريقتين. راح نساوي طريقة مثلا على سيرفر هولندا اللي هي ندمج كلمة السر ونحط بس اتصال وقت نفوت على البرنامج حوا في بي ان. وراح نساوي الطريقة الثانية هي ما ندمج كلمة السر واسم المستخدم ونصير نضيفهم من قلب البرنامج. طبعا أول شيء راح نحط انه شلون ندمج كلمة السر، اللي بحب يساوي السيرفر انه هو مدة السيرفر 5 أيام، اللي بحب يساويهم فرد 5 أيام فرد سهمينه مدموجات بس كلمة اتصال. فوتون على سيكت سيرفر نيزرلاند، هون كان ساوي السيرفر الهولندي. طبعا نزل لهون اخواني. هلا هون في عنا سيرفر مثل ما شايفين هون 3 أقسام. هون عنا سيرفر تي سي بي في بي ان، هون سيرفر تي سي بي في بي ان 2، وهون 3. طبعا اخواني في بعض السيرفرات بيطلع معنا سيرفر تي سي بي ام سي تي، ما راح يمشي الحال، لازم يكون سيرفر تي سي بي في بي ان حصرا. طبعا نختار اي واحد فيه، المهم مكتوب عندنا سيرفر تي سي بي في بي ان، نختار مثلا الثاني. هلا هون عندنا مثلا هون عندنا مثل ما شايفين داونلود كونفيك، نضغط عليها عشان نزل منها. بننزل عن طريق مثلا الار دي ام او طريق المتصفح، نسميها اي تسمعي مثلا عشان نعرفه. بنحط بعد ما نزل بنحط كرييت يوزر نيم، طبعا من نفس السيرفر، يعني مو نحن نروح نحط داونلود كونفيك من هذا السيرفر ونرجع نحط كرييت يوزر نيم من هون. لا خلاص، حطينا داونلود كونفيك من هون، نحط يوزر نيم والباسورد من هذا السيرفر. بعد ما فتحنا ننزل شوي لتحت، بنلاقي يوزر نيم وباسورد، نكتب هون اي شيء بدنا اياه، اي شيء. بنحط الباسورد، لا حط باسورد يكون سهل افضل عشان تتذكر وزراح، من 1 ل 5. بنحطهم كرييت بريميوم في بي ان اكونت. هلا راح ينتشئ معنا الحساب. ننزل شوية تحت مثل ما ملاقيين هون يوزر نيم وهون الباسورد، بنحط هلا هون يوزر نيم، بنحط هون مثل ما شايفين كوبي هاي الجنب المربع، نضغط عليه ضغطة ينتسخ معنا. طبعا الباسورد ما في داعي ننسخه، بنعرفه من 1 ل 5. هلا بنروح نحن نزلنا اخواني هلا هذا المقلب، عفوا هذا البرنامج، برنامج ملف اكسبلورر اي اس برو، اي اس هو فايل اكسبلورر بتسوي النجار. طبعا هاي نسخة المدفوعة، نسخة المدفوعة طبعا مبدئية أفضل وأسلس. طبعا بتلاقوها على قناتنا على التليجرام أو صفحتنا على فيسبوك، بتلاقوا الرابط تنزيل مباشر. وتحبوا النسخة العادية ما مدفوعة بتلاقوها هون مثل ما شايفين، هي هي اي اس فايل اكسبلورر.
هي نسخة من المدفوعة وهي نسخة المدفوعة، أي شيء نفس الشيء، الشغل تقريبا نفس الشيء، بس بلاقي عن المدفوعة أساس. بتلاقوا الثنتين على صفحتنا على الفيسبوك والتليجرام. ندخل البرنامج. طبعا نحن نزلناه عن طريق الـ ADM، إذا نزلين وتنزل عن طريق المتصفح بتلاقوا بالداونلود. نفوت بنلاقي ملف مضغوط مثل ما شفناه اللي مسمينه، هاي سمعته نحن سمينا، نفوت عليه نضغط عليه ضغطة واحدة بتحطنا فتح عن طريق، نحط اس زي فيور. هذا طبق الملفات مثل ما قلنا، اللهم صل على النبي، على تطبيق مدير الملفات اللي نزلناه. فنحن اذا نزلين مدير ملفات عادي بتلاقوا هذا الاي اس العادي بهالشكل، واذا نزلين الاسود النسخة المدفوعة بتلاقوها. طبعا نفس الشيء، نحن نفتح مثلا مع اي واحد منه يفتح لنا مجلد جنب بداخل ملف المضغوط، نضغط على ضغطة طويلة ونحط هون استخراج، نحط موافق، نطلع بنلاقي استخراجنا المجلد مثل ما شايفين. هذا هو المجلد، نفوت عليه، نفوت لهم بنلاقي ملفين. اخوان هلا ركزوا، في ملفين. هلا في عندنا هون ملف بتاع تسمية مثل ما شايفين، هذا الملف 1194 ما بيلزمنا ابدا، نحسبه. مثل ما انه هو نفس فرها الموافق، هاد مثل ما شايفين 4 4 3، هاد بيلزمنا فقط 4 4 3. بس اللي ايه، اذا بتلاقوا 5 ملفات او 6 ملفات او ملفين او 3 بتحسبوا الكل، بتخلوا بس 4 4 3 من عندي العلي. نحط له على التسمية عشان سمع فهم مثلا سمي حوا VPN 99 موافق. هلا شلون طريقة التعديل عليه؟ اخوان بتضغطوا عليه ضغطة طويلة. طبعا هي من نعدل عليه من تطبيق مدير الملفات، هذا انا بلاقي افضل شيء. نحط بعد ما حددنا نحط خيارات، نحط فتح كام، نختار نص، بنحدد الاي اس نوت اديتور، هاي تبع مدير الملفات او العادي نفس الشيء، نضغط عليها بيفتح لنا بهالشكل، بنحط له تعديل. طبعا هون عطول هون شاكلها المحل ديف تون، هذا عطول لتحت هيك لازم هون يكون في ملف او نص بروكسي والهوست والبورت. هذول هذا النص راح يكون انا راح احطه اسفل الفيديو، بتنسخه مثل ما هو وبتحطه هون. في حال تغير بتلاقي طبعا راح نجدده، راح نحطه طبعا بالتليجرام او بالفيسبوك. طبعا هلا يمكن يتاخر يتجدد او يمكن يتم ما نعرف ايمتى يعني بيتغير. طبعا هذا هو النص، هذا هو النص الثاني مثل ما شايفين، هذا هو النص. النص راح يكون اسفل الفيديو اخواني، هذا النص. بعد النص شو بنساوي هلا هون؟ اذا كانت في حال هيك نحط فراغ هون، بنحط بروكسي. البروكسيات لو قناتنا على التليجرام او بتحبوا تنزلوها من اي موقع، طبعا نحط هون البروكسي كمان فاصل، نحط البورت مانو مثل ما شفنا. هذا البروكسي عطول بيتغير، يمكن كل يومين يفصل معك او يمكن تحطه ما يشتغل، بدك تغير تختار بروكسي غير، يعني تفحص كذا بروكسي ليه يضبط معك واحد، لان البروكسيات صار عطول ضرر كثير مثل ما حكينا. واتصور نسخه عطول افسخ فيه، لان البروكسيات يعني بعض السيرفرات بالنسخه حوا في بي ان عم بيوقف، لان البروكسيات عم بتوقف طبعا كل يومين او كل 3 او يمكن يتم معك بروكسي اسبوع او 10 ايام او شهر، بس الوقف لازم تغيره لهذا المحدد، هذا الرقم. طبعا البورت اذا انت حاط بورت مثلا 88 بتحط 88 هون، بس هو البورت 80 افضل شيء. مثل ما شفنا هلا حطينا البروكسي، هلا هيك راح يشتغل معنا التطبيق، هي السيرفر اللي بنضيفه على التطبيق هوا في بي ان، بس راح يطلب منا كلمة السر واسم المستخدم. طبعا احنا اذا بنندمجها راح نحط هون سحبة لتحت هيك، ونحط هذا النص مثل ما شايفين، هذا النص، هذا وهذا، وبالنص راح يكون اسم المستخدم كلمة السر. هون راح يكون اسم المستخدم كلمة السر مثل ما شفنا هون جنب ما مكتوب out user وباس. هون بس فتنا على السيرفر بنحط فراغ لتحت بهالشكل، ونحط النص اللي هلا اعطيتكم اياه مثل هذا، لازم يكون بهالشكل السيرفر. طبعا نحط هون اول شيء اسمها للمستخدم، نسخناه
هو اسم المستخدم نفسنا. نحط قيمة صفحتنا 1 2 3 4 5. يعني مثل ما حكينا لازم يكون بهالشكل، مثل ما قلنا هون هذا لازم يكون موجود بهالشكل. ونحط البروكسي الشغال، ونحط البورت 80. وإذا بدنا ندمج كلمة سر اسم المستخدم من بعد كلمة باس، نضغط لتحت ونحط هالنصات، هذا النص طبعا اسم المستخدم وكلمة السر هدول 1 و5، وهذا اسم المستخدم بيتغير حسب انت ما مساوي الانشاء. بنحط هلا رجوع، بنحط لها صورة الفوز، بنحط نعم، بنروح على تطبيق خوف بي ان، بنفوت على تطبيق خوف بي ان، بنحط هون خيارات جلب سيرفر. مثل ما شايفين جلب سيرفر، جلب من ذاكرة الهاتف. طبعا نحن نزلنا مجلب الار بي ان، اذا انت نزل طريق المتصفح بتلاقيه بالداونلود مثل ما حكينا. نحط على الار بي ان المجلد هذا، هو نفوت عليه مثل ما قلنا حوا بي بي ان 99 سمينا، بنختار ضغطة واحدة عليه ونحط اختيار ونحط له اتصال. طبعا نسكر الواي فاي ونفتح البيانات، نحط له موافقة، نستنى. طبعا اذا تم حطنا جعل فحص البروكسي مدة طويلة نفصله ونرجع نشغله. واذا حطنا خطأ من البروكسي لازم تغير ارقام البروكسي اللي اعطيتك اياها بتكون ما شغالة. كل ما قلنا نفصله ونشغل وحتى يشتغل لياخذ البروكسي. مثل ما شايفين جعل فحص السيرفر، بس حطنا جعل فحص السيرفر معناتها الامور خير. ننتظر لحتى يتصل. وإخواني أي استفسار إذا ما فهمتوا بالنص أو بالشرح راسلونا على الفيسبوك أو حطوا لنا تعليق أسفل الفيديو على اليوتيوب. طبعا مثل ما شايفين اتصال مرة مجرد مني. طبعا هي قناتنا بتشترك فيها، لا تنسى الاشتراك بالقناة، لا تنسى الاشتراك بالقناة وصفحتنا على الفيس وقناتنا على التليجرام عشان يوصلك كل جديد، عشان يوصلك البروكسيات وقت بتحب انه تنشئ سيرفرات. طبعا نفوت على الفيديو ونجرب النت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصدقائنا، هذا الشرح صادق. طبعا مثل ما شايفين شلون الجودة، نحط الجودة، طبعا هاي الجودة بنحطها هاي اعلى شيء ما شايفين، واني سريع جدا جدا طبعا لانه شخصي. مثل ما قلنا بتحب كمان دمج المرور. طبعا فترة اتصال هلا نرجع على السريع بنشوف طريقة كلمة المرور كلمة السر بتكون من خطر البرنامج على السريع. اخواني اسف تأخرت عليكم، بس في بعض الناس طلبت مني، بعض المشتركين طلبوا مني انه نزل طريقة، عفوا نزل طريقة انشاء السيرفرات عشان يكون اسرع لهم الان في ضغط بعض السيرفرات. طبعا نحن نحاول نفيدكم قد ما فينا، وشو بتحبوا استفسارات مثل ما تكون ما تكون تحاكونا تراسلونا على الفيسبوك او تتركونا تعليق اسفل الفيديو. مثل ما قلنا هلا هون سلكة ان او ربا نختار. هلا رح نجرب من شوي جربنا الهولندي، هلا رح نجرب الفرنسي. هذا هو سلكة سيرفر فرنسا مثل ما شايفين، ونضغط عليها. طبعا نختار مثل ما قلنا سيرفر تي سي بي في بي ان. هلا هون مثل ما شايفين سيرفر تي سي بي ام سي تي ما رح يشتغل معنا، سيرفر تي سي بي في بي ان حصرا. نحط مثل ما قلنا داونلود كونفيج، بننزل الملف هون، بننزله مثلا عن طريق المتصفح عشان نشوف اذا نزل الداونلود. نفتح المحمليه، جرب التنزيل، طبعا نزل. بنحط كمان كرييت يوزر نيم، نفس الطريقة بالضبط وما بتختلف هي عن هذيك، بس هذيك انه تنتج كلمة السر من السيرفر وقت عم تعدله، اما هي بتحطها بالبرنامج. طبعا شوف وقت الشهر شهر، اذا حسابك وقف لانه هي مدته 5 ايام الحسابات، كل 5 ايام بدك تجدد حساب، بتفوت على الموقع نفسه بتحط هون يوزر نيم جديد وكلمة سر جديدة بتحطها. طبعا اذا خليته انه من البرنامج تضيفهم افضل، عشان ما تفوت تعدل على السيرفر من اول وجديد، وهو نفس الشيء.
طبعا مثل ما علم خط اي شيء، خط 1 2 3 4 5 6 خط كريت، مثل ما شنو حطينا كريت على ما كتبنا اسم المستخدم في المتصر. ننتظر ما ينتشئ معنا الحساب. مثل ما قلنا انا بنصحكم بسيرفرات هولندا وسيرفرات فرنسا لانهم بعد تجربة لقيتهم اقوى شيء. مثل ما شلون انتشئ الحساب، مثل ما قلنا هون يوزر نيم بنحط له هون كوبي، خلطة واحدة بيتسخ معنا وكل نتصر مثل ما قلنا ملاحظة سلفي. هلا بعد ما نشغل هون نرجع نروح عم جرنا الحساب، هالمرة نزلنا بالداونلود مثل ما قلنا. طبعا هذا قليل مثل ما ان هذا تفوت عليه عن طريق اي فك ضغط، تضغط عليه ضغطة طويلة استخراج وما فيه بتلاقوه مجلد ونزل بهالشكل ونفوت عليه. مثل ما ان بنحسب كل شيء ارقام غير 4 4 3، الهوست 4 4 3 هو الشغال فقط. مثل ما انهم مثل ما شايفين 4 4 3 فقط الشغال، نضغط عليه ضغطة طويلة خيارات فتح كاف نص نضغط على الـ ES Note نحط تعديل. هالمرة راح نحط هون البروكسي، هون ما بيختلف اخواني نفسه كل السيرفرات نفسها هون بهالشكل، ونحط بروكسي شغال ونحط البور. طبعا هدول مثل ما قلنا هاد بيتجدد كل يوم او كل يومين او كل اسبوع، يعني هاد ما ندام اجباري بده يتغير ويوقف، هاد لازم تجدده. بتلاقي اخواني على قناتنا على التليجرام او بتحب انت تبحث بمواقع البروكسيات فيها تجيب بروكسيات جديدة، طبعا لازم يكون هوست 8. مثل ما ان هذا النص نرجع نعيد اخواني، هذا النص ثابت، هذا لازم يكون ثابت هون بهالمنطقة تحت ديفتون بهالشكل، لازم يكون شكل السيرفر، وتلاقوا النص اسفل الفيديو. البروكسي مثل ما قلنا متجدد. هلا هون احنا حطينا من شوي هون جنب الباس، اخذنا هيك لتحت وحطينا هون الرمز تبع كلمة السر واسم المستخدم، اسم المستخدم وكلمة السر. طبعا حطينا هون الرمز مثل ما كنا موجود حطيناه تحت الفيديو، حطينا اسم المستخدم وكلمة السر. هلا ما راح نحط، هلا هون راح نخليها حاله ولا نلعب فيه ولا شيء. مثل ما انه هون حطينا المستحق ديفتون، حطينا البروكسي والهوست فقط، بنحط حفظ، مروا على اول شيء نسميه بعرف اسمي عشان ما نخرب فيه، نسميه مثلا SSS، مروا على تطبيق حواف بي ان، نحط خيارات جلب سيرفر زي مذاكرة الهاتف، ونحط نزلنا نحن بالداونلود هو مثل ما شفناه. طبعا مثل ما قلنا بتلاقي مجلد فرنسا تي سي بي، فوت عليه بتلاقي هون هذا هو سمينا اس اس اختيار. اخواني هون مثل ما شفنا هونيك ما دام عندنا كلمة السر واسم المستخدم، هون راح يطلب منا اسم المستخدم وكلمة المرور. نحن هون نلصق اسم المستخدم يساوينا، وهم نحط كلمة مرور 1 2 3 4 5 6 اللي حطيناها، ونحط حفظ، ونحط اتصال موافق. طبعا عفوا راح نحط اول شيء نطفي الواي فاي نشيل البيانات، ونحط اتصال. مثل ما قلنا ننتظر لحتى نرجع السيرفر، واذا حطينا خطا بالبروكسي او اي خطا ثاني بيكون في خطا بالبروكسي لازم تعدله، او انت في عندك خطا لازم يكون السيرفر نفس الشكل اللي حطيته انا. طبعا البروكسي هذا سيء لكن للتجربة مثل ما انا يطلع لنا جرب السيرفر. طبعا انت بتلاقي بروكسيات سريعة جدا حسب بس بدك تجرب، يعني ممكن تلاقي 50 بروكسي ما شغال منه غير 5 أو 10 بدك تجرب. طبعا هاي مشكلة اللي عم تعرف فيها وقتها نظبط البرنامج. طبعا مثل ما شايفين اتصل اخواني، مروا كمان نجرب الانترنت،
مثلا هذا الفيديو مثل ما شايفين شغال نظام مثل ما شايفين يكون الأبيض والدودي طبعا أعلى شيء فالإنترنت نار جدا. طيب تكون خطة طريقتنا لليوم طريق إنشاء السيرفرات وأنا بعتذر إني تأخرت بس كان ضروري إشرح لكم طريقتين عشان شو تحبوا تشتغلوا وبتلاقوا رابط البرنامج مدير الملفات والتعديل عن النصوص أسفل الفيديو وكمان بتلاقوا الهوست والنص اللي حطيناه وكل النصوص بتلاقون أسفل الفيديو. بتمنى تحبوا اشتراك ولا تنسوا تنضموا لقناتنا على التليجرام وتابعونا على الفيسبوك. كان معكم محمد نور وأي استفسار بتمنى أنكم تستفسروا يعني منا على الفيسبوك عن طريق الرسائل الصفحة أو تعليق.